بسم الأب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. نتأمل من مائدة الرب المقدسة في ليلة عيد الميلاد، أي عيد التجسد الإلهي. الله يصير إنسانا حتى يصير الإنسان إلها، حتى يدخل في قداسة الله. أرغب في هذه الليلة أن أتناول معكم في تأملي شخصيات ميلادية. سأتناول هذه الليلة هذه الشخصيات من خلال طاعتهم في الإيمان، كيف إنهم أطاعوا الرب بالرغم إنهم لم يعرفوا الوحي كاملا. في شخصيات الميلاد عندنا تقريبا 6 شخصيات. سأحاول أن أبدأ بالمجوس، ثم الرعاة، ثم يوسف، وأيضا مريم العذراء، وعندنا كمان سمعان الشيخ وحنا النبي. أولا المجوس. المجوس هم أشخاص علماء فلك، حتى لو كانوا بيطلقهم عليهم بأنهم دارسين وباحثين، لكن هم علماء. المجوس جم من بلاد فارس المشرق، كانوا بيدرسوا وبيبحثوا ورأوا نجم يقودهم إلى المشرق، نجم كبير. أتوا من بلاد فارس، يعني إيران تقريبا المنطقة دي حاليا. واللي بيدرس العهد القديم يعرف كلمة المشرق بعد طرد الإنسان الأول آدم وحواء بعد سقوطهما في الخطية، خرجوا من جنة عدن اللي كانت في المشرق، وكان لا يبد من خلال خريطة الخلاص عودة المسيح والمسيح من خلال منطقة الشرق والمشرق، وبالتالي علامة للنجم من الشرق والمشرق إنه من مكان يسوع سيكون في الشرق. شخصيات المجوس النص كبير عليهم، ولكن عايز أقول آيات بسيطة منهم. فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد به، نسجد له. علماء، فئة مثقفة قد تكون أفضل من بقية الشعب من الناحية العلمية، برغم علمهم المتطور ودراساتهم اللي سابقة لعصرنا الحالي، لم يقودهم كبرياء شخصياتهم في العلم ويكونوا مغرورين، بل اتبعوا نجم حتى يصلوا إلى طفل صغير لم يعرف وليس له قيمة عالمية، ولم يكتب عنه في الصحف ولا في الإعلام، ولكنهم يتركوا هذا العلم ويذهبوا إلى رحلة طويلة تقريبا 2 سنين للرحلة دي. الحاجة كمان الأصعب، يقول لنا أتينا لنسجد له، مش بس وجود زيارة عادية، هيذهبوا للطفل يزوروه ويشوفوه ويتحققوا من علمهم انه صح فلكيا، ولكن يعبدوا. السجود هو عبادة، والسجود في مصطلحاتنا الدينية هي عبادة لله فقط، يعني بيؤكدوا انهم بيأتوا حتى يسجدوا لإله.
لم نسمع عنهم الكثير ولم نعرف عنهم أي شيء، لم يدرسوا لاهوت، لم يدرسوا كتب أو يتعلموا في معاهد دينية، ولكن من العلم يذهبوا لعباد الطفل، يفهمون أنه سيكون إله ومخلص للبشرية. أعتقد ده يثير لنا اهتمام ودهشة، كيف العلماء يتركوا كل هذا العلم ويذهبوا يسجدوا لطفل. أنا قلت في البداية طاعة الإيمان، الرب عنده طرق عديدة ليهب الإيمان لكل الفئات. الله عنده وسائل يزرع ويهب لنا نعمة الإيمان ولشخصيات مختلفة، يعني أبواب رحمة الله أكبر من حجم عقلنا اللي احنا مرات نحد الإيمان في شخصياتنا فقط وفي كنائسنا فقط وفي روحانياتنا فقط، ونعتقد أن الآخرين دون المستوى غير مؤهلين للإيمان، وربما نتنافس في الكنائس وكل منا يعتقد أنه كنيسته اللي تصل إلى الله فقط والآخرين لا. ربما بنتبع لترجيات مختلفة، طقوس مختلفة، لكن الله بيقول لنا الله يقدر يوصل لأشخاص خارج حظيرتنا، خارج كنائسنا، خارج معاهدنا ولهويات بتاعنا وكتبنا. ده عشان كده عايز أقول ننتبه، لا نحكم على أي شخص ظاهرياً أنه يكون غير مؤمن، قد يكون إيمانه أفضل من إيماني أنا متمسك بطقوس أكثر من الإيمان نفسه. الله له طرق عديدة، عشان كده المجوس بيدونا رمزية من اتبعوا الإيمان بالقلب والعقل حتى يذهبوا يعبدوا طفل في الشرق. بيبحثوا إيمانهم، تبلور وظهر في فكرة البحث. مرات عندنا الإيمان لكن لا نبحث، لم ندور على علاقة حقيقية مع يسوع. هم بحثوا، وعلى فكرة لم يبحثوا بس على مكاتب، ده قطعوا مسافة تقريبا سنتين. في فلكلور كنائسنا التقليدية بيضعوا المغارة فيها الشخصيات الأساسية، الطفل يسوع ومريم العذراء ومر يوسف والرعاة والمجوس. ده الفلكلور على فكرة، لكن واقعيا كلهم ما كانوش في وقت واحد جوه المغارة. المجوس اللي بيدرس أكتر ويحلل يعني بعد سنتين، يعني لما الطفل كبر، بس ده عايز تدرسه شوية عشان كده ما تتخيلوش إنه كلهم كانوا موجودين في المغارة، والرعاة كانوا برا في مزارع. كل بيبحث من مكانه البعيد. يا ترى النهاردة عندنا استعداد نبحث ونطيع الإيمان بمفهوم لمدة سنتين رحلة عشان نشوف الرب؟ سؤال يطرح من شخصيات الإيمان. أعتقد جميعا كل الموجودين في الكنيسة أقصى مسافة كام؟ ساعة ونص أو بالغ ساعتين، ومع ذلك مش كل الناس بتقدر تحضر القداس في أي يوم أحد أو العيد. إيماننا مقابل المجوس قد يكون هش، اللي تولدنا وحصلنا على المعمودية وعندنا شهادات معمودية ومولدين مسيحيين ومؤمنين بكنائسنا، أعتقد نخر خجلا أمام مجوس في ذهننا كأنهم غير مؤمنين بالمسيح يعملوا رحلة ساعتين. أي عطاء عندنا يقودنا للإيمان مقابل الشخصية الأولى
المجوس. حاجة تانية عن المجوس بنشوفهم ثلاث شخصيات، الكتاب لم يقل إنهم ثلاث شخصيات لكن يقول قدموا ثلاث هدايا. ده لا يعني أن يكونوا ثلاثة بس، يعني مجموعة، والمجموعة دي قدموا ثلاث هدايا. فالتقليد الفلكلور الشعبي يدينا أنهم ثلاث شخصيات وثلاث جمال، لكن ما فيش رحلة حيكونوا ثلاثة. عايز أقول كمان الرحلة شقة، في العصر ده كانوا يركبوا جمل، حمار، أي كان، تعرضوا للخطر، للبهدلة، للحر، للجوع، للعطش، لكل ما تتخيلوا، وممكن يموتوا قبل ما يوصلوا. أين نحن في حجة الترافيك اليومي عشان نروح الكنيسة ونصلي؟ خروا ساجدين، هل لما بناتي للكنيسة بنخر ساجدين ولا لسه ما تركناش العالم الخارجي؟ يتلخص المجوس في ثلاث نقط تقريبا، لكن في أفكار تانية أنا بتناول. أول حاجة فعل السجود يعني العبادة لله، بيقولوا إحنا جايين لإله. النقطة الثانية بيقدموا أفضل كنوز عندهم، الذهب الخالص واللبان والمر، وانتم بتعرفوا رموزهم، مش تأمل النهاردة على الموضوع ده. النقطة الثالثة اللي اندثرت في عالم المؤمنين اليوم هي الوقت للرب. احنا نعبدك يا رب بس ما تاخدش من وقت شغلنا، نعبدك يا رب بس ما تكلفناش وقت وسفر وبنزين وطول، نعبدك يا رب لما نكون مرحرحين وفاضيين، أو لو الكنيسة تدينا باركينج، أو لو الكنيسة تدينا مناسبات سعيدة أهم من القداس. الشخصية الثانية اللي اتبعوا الإيمان في زمن الميلاد الرعاة. الرعاة هم فئة غير مرغوب فيها اجتماعيا، وخاصة عند المصريين. اللي درس معنا خيمة الاجتماع يتذكر فرعون لما عرف يوسف الصديق، قال لإخواته لما تروحوا عند فرعون وتقابلوه قولوا له إيه، إحنا بنشتغل رعاة غنم. المصريين ما بيحبوش الرعاة، بيعتبروهم ناجسين في الوقت ده، حيصدقوا ما تمشوا. والرب دبر من خطة إن يتركوا مصر ويكملوا لعبادتهم. فإذن فئة الرعاة هي فئة الشخصيات الفقيرة المهمشة الغير مرغوب فيها، وآسف في اللفظ، كأنهم الغير محترمين في المجتمع. بيظهر ليهم الرب بإيه؟ بالملائكة. الفئة المهمشة اللي تحت خط الفقر، اللي قاعدة في الجبال بالليل، يميزها الرب بسبب إيمانهم الداخلي وليس الظاهر، الشكل والنظافة والحاجات الحلوة، ويكلمهم شخصيا. حاجة لذيذة أوي في تأمل الرعاة، من رعاة غنم يصيروا أول ناس يروا الطفل. قبل مين؟ المجوس العلماء. المجوس بحثوا دوروا، لكن الرعاة الله هو اللي ظهر له ذاته. يعني أين كان وضعي فهير خاطئ وحش سيء، قد يكون الله حيميزني ويعمل علاقة شخصية معايا ويلتفت إلي أكثر من الباقي. ده يدينا ضمان كلنا اللي في الكنيسة الخطأ، إحنا كلنا مع بعض، الله بيقابلنا الليلة في التجسد. حاجة تانية بنعتبر الرعاة، رعاة الغنم، هم أول رعاة حقيقيين للمجتمع فيما بعد. ليه؟ كل شخصية من اللي هندرسها دي الليلة
رجعوا متغيرين تماما في قلبهم بعد مقابلة يسوع. المجوس رجعوا يبشروا، أول واحد كلموا مين؟ هيرودس، ولكن لم يسمعوا للملك وسمعوا لنداء الإيمان. الرعاة اللي ظهر ليهم الرب أول أشخاص هم راحوا يبشروا مدهشين وفرحانين وعلموا الشعب إيه اللي شافوه والفرحة. الراعي هو إيه؟ المبشر، المعلم اللي بيدي الخبرية السارة، هو ده الإنجيل. فصاروا الرعاة هم أول مبشرين، يعني إنجاز التعبير هم أول كهنة على وجه الأرض في وقت التجسد. وانتبهوا، العهد القديم كله من أول هارون لغاية ميلاد المسيح وبعد لغاية الصلب كان في كهنة ورئيس كهنة، ولم يميز أحد منهم الرب ويظهر له، ظهر لناس لم ينالوا سر الصيامة أو التكريس، بل ظهر لرعاة فقراء منبوذين من المجتمع. الرعاة هم بيدونا حاجة حلوة، هم أصبحوا رعاة بدل ما بيحرسوا أغنام يحرسوا الرعية، زي التلاميذ الرسل لم يعدوا منهم صيادين بل أصبحوا صيادين للبشر. جاءوا مسرعين، عندهم خبر الحركة، لما عرفوا الإيمان اتحركوا بسرعة. أين نحن من الرعاة؟ هل بنذهب بسرعة حتى نتقابل مع الرب أم لا؟ الله بيظهر محبته للفقراء والبسطاء والمنبوذين في زمن الميلاد. الشخصية الثالثة يوسف. بنعرف القصة، يوسف ومريم مش زي ما بنشوفه في الصور كأنه يوسف ده راجل عجوز، لا لا لا، شباب، اتنين شباب. في الشرق كانت العادة تقريبا الجواز من 15 ل 14 16 سنة، ولما خطب مريم العذراء يعني كان لسه صغير، يعني في مرحلة المراهقة هو ومريم العذراء. كيف يكون لشاب مراهق يتمتع بعنفوان انه يكون قوي ومتحمس ويطلب منه الرب ان يرتبط بمصير امرأة تكون ظاهرية للمجتمع زانية؟ الأول شك يوسف، لكن لما بيجيله في الحلم الرسالة أتخافش يا يوسف، بس ما تخافش دي كلمة بسيطة بيدفع ثمنها كبير أوي. من أول ما آمن، عارفين أول حاجة اتعمل إيه؟ ترك بلده وهرب هو ومريم العذراء، عمل رحلة، خرج عن بيته، أمانه، صنعته، أكل عيشه. الإيمان ممكن يتطلب مني أخسر حاجات كتيرة، أسرتي، أكل عيش وظيفتي، أرضي، وأذهب إلى مكان ما أعرفش النتيجة بتاعته إيه. يوسف بيترك ده كله وتفضل وصمة كأنه العارف الشرق، وخاصة مش بس الشرق، ده الشريعة كانت بتقول المرأة الزانية إيه؟ ترجم، يعني يتلوها. وانت عايز ترتبط بواحدة مش عارفين الطفل ده منين؟ هو اللي عارف لكن الشعب ما يعرفش. فعلا يوسف يتمتع بأنه يكون رجل الإيمان الصامت. في نوع جديد من اتباع الإيمان هو الصمت، اللي بنسميه النهاردة التأمل. مش دايما الإيمان ناس بتتكلم وتبشر وتوعظ تبقى الظاهرة بتاعته، مرات الصامت هو رجل إيمان أكتر من المتكلم، وده اللي بينقصنا في كنائسنا عبادة بيت الأربان، نكون مع يسوع الصامت بيتحمل مسؤولية ربي طفل، هو مش ابنه، بيتحمل مسؤولية كأنه تبناه، يتحمل مسؤولية إلى الأبد، يرافق العائلة دي اللي ممكن تكون سمعتها سيئة. يوسف النجار من الشخصيات اللي اتكتب عنها قليل،
كل الشخصيات دي اتكتب عنها كام جملة؟ المجوس نصين صغيرين، الرعاة هو يدوب نص، يوسف نصين صغيرين وما نعرفش عنهم حاجة. لم يكتبوا كتب، لم يكونوا أصحاب فلسفة ولا لاهوت، لكن ما زلنا نتغنى بإيمانهم، إيمان الطاعة. يوسف أكيد مر بالحيرة ويسأل، المنطق لا يقبل الإيمان، الإيمان أصدق إن هذا الطفل وبنت صغيرة تبقى حامل من الروح القدس، ولكن المنطق والعقل حيرة ويرفض إن يكون ده صحيح. كم من مرة إيماننا يطرح لينا إن منطقيا ما تمشيش الأمور لكن إيمانيا أيوه. حاولوا لكم في أبسط حاجة، لما يكون مرتبك صغير، فلوسك صغيرة وليلة، وعندك ربما ديون، وتيجي في الكنيسة يقولوا لك تبرع، يا ناس الطينة بلة ما خربان، ويقولوا لك هات، يجي هنا السؤال إيمانيا أوكي، بيقولوا المعطي المسرور يحب الرب والرب يعوض، عقليا مستحيل، أنا مديون بألف هتبقى ألف وشوية، ما تحطش. أو لو حطيت المثل العظيم المصري اللي حافظينه يلتصق بالمنطق الحيرة ده، اللي عازوا البيت حرم على مين؟ الجامع، بس احنا هنقوله على الكنيسة عشان انتوا بتجوا الكنيسة، اوعوا تروحوا مكان تاني عشان تطبقوا المثل. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمر الملاك الرب وأخذ امرأته. الإيمان يدعوك إلى تغيير جذري ربما للمنطق ولحياتك وكل المكاسب والخسارة. ماذا تفعل عندما يطلب منك الرب شيء إيمانيا مقبول ومنطقيا لا يتماشى مع العقل؟ أي رد فعل؟ يوسف عاش بالصمت وصار قديس يوسف شفيع الميتة الصالحة. الرب عوض يوسف بأنه يكون شفيع الميتة الصالحة، يعني نؤمن بأن في موت يوسف اللي ما بنعرفش عنه حاجة كان موجود فين؟ بين إيدين مريم العذراء ويسوع اللي كبر. أكيد مين فينا يقدر يجزم ويقول أنا لما أموت إن يكون الله حاضر كاملا قدامي وبشوفه مباشرة عين العين؟ عايز أقول لكم حاجة، مع إن زمن الميلاد بس حالبها شوية لدراما، مندهش عن فلكلور الشعبي اللي أصبح لاهوت في عصرنا الحالي. لما يموت حد إيه اللي بيحصل؟ ده الفيسبوك ده معجزة، هنيئا للسماء. أوكي، هو في مكان أفضل، دي ممتازة صح، هو بيصلينا، هو بيه في عالم أفضل، ويطلبوا من السيسة وعز عنه ويقولوا محاسن موتاهم ده كانوا يا راجل هنيئا للسماء. سماء اللي هنيئا لها واحد ما كان عايش خاطئ، هو لما مات خد شهادة إنه قديس. انتبهوا، دي مصطلحات خاطئة، في فرق إن نصبر واحد ونعزيه وإن نغير اللاهوت. كل اللي بيموتوا هنيئا راحوا السماء، وهو ما فيش جهنم؟ الإيمان بيه بسيط كده؟ أنا هقولها لكم بترياه، ده بياخد على دماغه فوق. بطلوا تقولوا لنا هنيئا للسماء، الله يغفر لي الله يرحمه أوكي، لكن مش هنيئا للسماء وهو بيصلي لنا، هو يصلي لنا، ده احنا اللي عايزين نصلي له يرحمه ربنا. مش بدين، بس ما تمشوش مع تراث شعبي اصبح لاهوت. لا، يوسف استمتع بهذه النعمه هنيئا للسماء لانه طول حياته احتضن الطفل وعاش معه وكان امين بالرغم المنطق لا يقبل. لكن احنا كل منا بيفعل ما يحلو له وما تفاجأ، حتى ما بيعرفش يسيب حاجة لربنا والورثة بتاعته بتاكل الناس بعضها فيه
ورصيده السيء معروف، وكلنا عطنا له شهادات من أكبر جامعات. مبروك. لا مش مبروك، ده أنا أقول له هو وأهله اتعظ من ده وغير، بطلوا هنيئا للسما دي. أنا ممكن أقول له مش هنيئا، هو هنيئا إن إحنا ممكن استريحنا من الشر بتاعك. صح؟ صح ولا غلط؟ ها. يوسف استحق بجدارة. أنا وإنتو لنا مقابلة خاصة. الشخصية الرابعة مريم العذراء. مريم العذراء بطلة الإيمان، طفلة مراهقة من رؤية تتحول تعيش أمومة من غير استعداد، من غير فرحة جواز، أصبحت أم وتقبل إنها تطيع الله، وعارفة في أول لقاءات إن النهاية بتاعته غير سعيدة أرضياً. الاتنين دفعوا تمن يتغربوا ويخاطروا ويذهبوا ويروحوا ويعملوا مسافات طويلة بسبب الإيمان. كلهم سافروا سفر طويل بسبب الإيمان. مريم بطلة الإيمان اللي بتعلمنا إيه؟ كيف تكون أم وتصبح وتظل وتستمر صفتها ونعتها العذراء الوحيدة على العالم اللي بتولد تبقى حامل حبلة وتولد وتفضل لفظة عذراء معها، بطلة الإيمان. صح؟ ده احنا مجتمعنا النهاردة اندثرت فيه صفة العذراء حتى للغير متجوزين، عشان مجتمع منفتح ومتطور لازم يمارس الجنس عشان يفهم انه ده حلو ولا وحش. اتجوز واحد معرفوش او واحدة معرفهاش ويحللوا ده في المجتمعات بان نتعرف وبعدين لو نقدر نكمل مع بعض نستمر. ايماننا ما كانش كده ومش هيكون كده. اوعوا تتغيروا وتيجوا في مجتمعات تغير ايماننا مقابل موضه او لفظه حضاره هابطه. حافظوا على النعمه دي. اذا كنت عايزه تكوني مسيحيه حافظي على كلمه عذراء حتى للمتجوزين على العفه في الزواج اللي ليها دراسه كبيره مش بس للشباب. ها أنا آمت الرب ليكن لي كقولك. أنا مستعدة يا رب أعمل كل حاجة بس ساعدني. وحصل. الشخصية الخامسة سمعان الشيخ، رجل اللي هو قاعد في الهيكل يقول لنا كان الرجل ده إيه؟ بارا طاقيا ينتظر تعزية إسرائيل، يعني يجي لهم المخلص، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى المسيح الرب. وبيجي العائلة يوسف ومريم يقدموا الطفل. شوفوا لما يكون شخص في قلبه إيمان ممكن الله يديله نعمة خاصة، مش هتموت يا سمعان غير لما تشوف التعزية تشوف المخلص. هل إحنا عندنا الإيمان ده إن مش هنموت غير لما ناخد الخلاص ونشوف يسوع، ولا في لحظة الموت بنشوف حاجات مرعبة؟ ده الميلاد اللي يتجسد فيه يسوع وبينال هذه النعمة، وبعد كده بيقول يا رب أنا شبعت خلاص مش محتاج حاجة تاني. إذا شفت المسيح مش محتاج أشوف تاني ولا أعيش دلوقتي، أنا مستعد أذهب للسماء. ده اللي هنيئا له السماء مش الممثلين التانيين. حنا الست العجوزة بنت فانوئيل من سبط أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهار، وبعدين بتشوف الطفل.
الشخصيات دي بالإيمان تمتعت إنها تشوف الخلاص والمخلص. هل في زمن الميلاد، في عيد الميلاد النهاردة، نقدر نقول إحنا نلنا الخلاص ولا إحنا لسه بنختبر؟ عندنا فرصة وفي النهاية نقدر نعمل زي الكوميديا المصرية اللص سر الفردوس على آخر لحظة. في ناس كتيرة عايشة بس الآية دي. لا، الخلاص مسيرة، الإيمان مسيرة. أنهي كل الشخصيات دفعت ثمن مقابل الإيمان. ما فيش إيمان بدون ثمن، بدون تعب، بدون إنجاز وبرهان أنا عملته. الإيمان لا يظل في داخلي معلومة أو لاهوت أو صلاة ماسكها في كتاب أو سبحة. الإيمان يساوي أفعال. إيمان بدون أعمال ميت، وأعمال بدون إيمان برضو الاثنين ميتين. يعني إذا عايز تقول أنا مؤمن ادفع ثمن واشتغل للأبدية، لازم تستثمر للأبدية زي هؤلاء الشخصيات اللي كانت شخصيات إيمانية عبر زمن الميلاد. في الميلاد النهاردة نطلب نعمة إن الرب يكشف لنا ذاته من جديد. شخصيات الميلاد إن الله كشف نفسه وذاته للشخصيات دي بعد الإيمان. هل إحنا نقدر نقول الله كشف نفسه لنا أم لا؟ كل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.